تعالوا اقول لكم عملت ايه في دار الكارما في معرض الكتاب. قابلت ياسمين مسؤولة البي ار والماركتينج في دار الكارما عشان تقول لنا بقى من الاخر نجيب ايه. تعال. من احسن كتب التنمية الذاتية جسمك يتذكر كل شيء. هي بتقولي ان هو من البست سيلرز وبتنصحه بشدة. وكتاب يمكنك ان تكون سعيدا مهما حدث. تكلم عن الحاجات اللي ممكن نفكر بيها بطريقة ايجابية وقد ايه هي ممكن تغير حتى لو حاجة نيجاتيف. عايزين نبقى سعداء يا جماعة. ومن كتب التربية أباء مطمئنون أبناء سعداء. كيف توقف الصياح وتبدأ التواصل. وكمان أبناء بالغون لوالدين غير ناضجين عاطفين. وده بقى كتاب فكرته اللذيذة قوي إن هو علشان تتعافى من والدين متباعدين أو غاضبين أو سايبين بعض. لو عايز 12 وسيلة علشان تكون أحسن أب وأحسن أم مفيش أحلى من الكتاب ده لإيهاب ميكي. رشحي لي 3 كتب في الحاجات البوليسية جديدة لسه ما حدش قراها. آخر كوباية قهوة قضية عنب الثعلب وتذكر 36. وأنا برشح لكم موت العالم. بيقولك إن في مسجون لقى رواية في زنزانته وقع على الأرض من غير غلاف ومن غير حاجة، خدها وقراها وبقت الرواية دي بالنسبة له هي العالم كله. شايف كل دي كتب جبتها من الكارما بس. وعايزه اقول لكم على حاجه ان هم عندهم اوفر، لو خدت 5 كتب اخد 40%. لازم تروحوا الكارما.